نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نقل تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى المشاركين في المنتدى الشبابي لصناعة السلام، مؤكدا سموه أن المنتدى يأتي في وقت حرج يمر به العالم بعد ارتفاع الأعمال الإرهابية وزيادة دعم ذلك من قبل جماعات ودول هدفها نشر فيروس الإرهاب في مختلف بقاع العالم، حتى أصبح لزاما علينا وضع حد لهذه التجاوزات ومواصلة الطريق نحو التنمية والتطوير والازدهار في بيئة عنوانها السلام. جاء ذلك خلال إلقاء سموه للكلمة الرئيسية في المنتدى الشبابي لصناعة السلام والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور عدد من أصحاب السمو والوزراء والسفراء والمستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين في المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد في كلمته أن هذا المنتدى يأتي تعزيزا لدور الشباب في صناعة السلام لإيماننا بأن الشباب عنصر رئيس ومحرك لمختلف الأمور. وأضاف سموه أن مملكة البحرين وضعت السلام دستورا لها في كافة معاملاتها، كما استضافت المملكة مجموعة من الملتقيات والمنتديات المتعلقة بالحوار وتقريب وجهات النظر برعاية جلالة العاهل المفدى، إضافة إلى دعم المملكة المستمر لأي تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب وتشجيعها على احترام سيادة البلدان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. وأضاف سموه أن اختيار المنامة مقرا للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة اعتراف عربي ودولي بالمكانة الرفيعة التي يتبواها سجل حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا سموه إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي. وأشاد سموه بشجاعة وقوة العراقية الأزيدية فريدة عباس التي تمكنت من الفرار من الأسر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. هذا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم المتحدثين والإعلاميين المشاركين في المنتدى، مثمنا عاليا دورهم في توجيه الشباب نحو صناعة السلام. كفوف الأمن والسلام لم تعد قادرة على لثم مثالب الفوضى والدمار التي تقذفه أيادي العنف والإرهاب، ولأن الوحدة هي الدواء الوحيد لتطبيب تلك الجروح راهنت البحرين على الشباب وآمنت بدورهم بتكاتفهم في صناعة أواصر التعايش. نشوف كلمة الإرهاب تزداد وتنتشر بسرعة مثل الفيروس، تنتشر بين الناس، تنتشر بين البلدان، تنتشر بين الأطياف، سواء كانوا من الغرب إلى الشرق. لكن في نهاية الأمر نرى أن هذا الفيروس انتشر ويجب استئصاله ويجب التصدي له ويجب الوقوف في وجهه بكل الطرق. اليوم نحن قوة من هالقوات المتواجدة لمكافحة الإرهاب،
ونحن القوة الأهم، القوة الأكثر، القوة الأكثر فعالية. نحن الدواء لاستئصال هذا السرطان الذي يجتاز هذا العالم. نحن الشباب، الشباب بقدرتنا بعزيمتنا بتكاتفنا نستطيع استئصال هذا الفيروس وإيقاف انتشاره في دول العالم. مبادرة ليست بالغريبة على المملكة، فلطالما سعت وبذلت كل جهودها من برامج ومحافل عديدة لتحفز على المشاركة في كل ما يدعو إلى الاستقرار والتنعم بالأمان. اليوم المنتدى لله الحمد يعني لقى إقبال كبير من قبل الشباب والشابات، وإحنا يعني فرحانين بهذا المنتدى بكون أنه يغطي أهم القضايا المحلية اللي قاعدة تصير والإقليمية، ما أن إحنا نبي ننشر السلام. المحاور اللي راح نغطيها اليوم إن شاء الله بيكون المحور اللي هو التربوي والمحور الإعلامي، بالإضافة إلى المحور الشباب والمستقبل ومحور الفن. لا يمكن أن ننفصل عن واقع أليم، واقع مليان عنف وجهل، وأنه يؤكد الاختلاف والتخلف في آن واحد، ساعات بعباءة الدين وساعات عباءة الدين ضد الدين وساعات عباءات غريبة مختلفة. النهاردة موجود عشان أؤكد أن كل من يمشي اليوم في اتجاه السلام وما يجمعنا وضد ما يجعلنا مختلفين عن بعض ويؤكد الاختلاف، هذا هو الطريق الصحيح وهذا ما يؤكده التاريخ. متحدثون وشخصيات مؤثرة من مختلف الدول العربية حطت رحالها هاهنا، وذلك كي يقودوا زمام هذه المبادرة الشبابية. اليوم متواجدة في بحرين لتوصيل رسالة إنسانية وعن الشباب المتواجدين، ويعني الرسالة تكون بعيدة عن العنف والمتطرف يعني داعش. واليوم راح أوصل هذه الرسالة على الشباب أن يعني على مود يكونون إيد واحدة ويدافعون عن حقوقهم وعن حقوق يعني جميع الدول، يكونون إيد واحدة ويدافعون عن حقوق هذول البنات المخطوفات ويعني هذول اللي ينقتلون. راح أحكي عن هذا الشيء كرمال أكون قوة لكل الشباب والشابات. أول ما نزلت من الطائرة حسيت بطاقة سلام، البحرين بلد جميل وتعطيك إحساس أنه أنت بأمان. فعلا نحن في العالم العربي أشد ما نكون بحاجة في هذه الفترة إلى مؤتمر للحديث بكل صراحة عن انشغالات الشباب، ما الذي يمنعهم من التفكير بسبل إرساء ثقافة السلام في مجتمعاتنا، لأننا من بين كل شعوب العالم نحن نعاني من الحروب وننشد السلام ولكن لا نعرف كيف. جلسات منوعة تضم في كنفها محاور صياغة أفكار السلام، تشارك في وضع خطة مستقبلية خالية من كل ما يقوض الأمن أو يمنع البسمات على الشفاه. ألف شاب وشابة شمروا عن طموحاتهم وألقوا بظلالها في هذا المكان لينسجوا فكرة واحدة مفادها السلام، وأنه بهم سيرفرف منطلقا من المنامة إلى بقية أقطار العالم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.